بفيلم وكالة البلح، لعبتي دور نعمة الله والأجر على الله. قولي لي إياها قبل ما بكمل السؤال. قولي لي نعمة الله والأجر على الله يا عبد الله. دي نجمة الجماهير نادية الجندي. وحياة مقصوصي ده لوريك. لا دي كان كمان عن جد نعمة الله. شو هالكاركتر؟ في حتة كاركتر. دي ست جدع. دي قصة حقيقية. أنا دي ست عايشة في وكالة البلح فعلا اسمها نعمة الله. الرواية دي رواية الكاتب الكبير نجيب محفوظ. عن امرأة فعلا جوزها مات في الوكالة. وساب لها الوكالة. فاضطرت إنها تنزل وتدير الوكالة وتواجه بقى غلان السوق، مافيا السوق. فراحت لابسة العباية والبتاع القمطة على راسها ونزلت السوق عشان تتاجر في الورث اللي سابه لها جوزها، تبقى مكانه. فبقت أقوى من تجار السوق. تجار نفسهم بقت أقوى، شخصيتها بقت أقوى من الشخصيات الجميلة. شخصية نعمة الله دي. بس نعمة الله لما حبت ضعفت. حبت بقى ضعفت تشبهك. دي شخصيتي.